رحب فيكم أصدقائي بهالحصة الجديدة من برنامج مدرستي. هيدي حصة الرياضيات أو علم الحساب، وأنا بعلمكم اسمي شمس. ومثل دايماً اليوم عنا درس جديد حلو ومفيد لإلنا بهيدا الحصة، بس أكيد بدي إياكم دايماً تكونوا عم تتذكروا الدروس اللي أخذناها بالحصص السابقة حتى ما تنسوها، وكل مرة تكتبوها بخط كتير حلو وتتمرنوا عليها. ببداية هيدا الحصة شو رأيكم مع بعض نسمع لأغنية الأرقام ونغنيها بصوت عالي لأنه أكيد حفظتوها، ومن بعد ما نسمعها راح نباشر بدرسنا لليوم. جدي لديه مزرعة فيها هو يعمل، ولديه حيوانات يعدها كل يوم، واحد حمار ينهق، اثنان بطاتان، ثلاثة خراف ترعى ما ما ما، أربعة أرانب تقفز، خمسة جداء تجري، والعشرة هم عصافير يطيرون في الأجواء، ودوما يزقزقون سويو سويو سويو. My grandfather has a farm and he has animals. He works and counts them. Let us count with him. أصدقائي اليوم عنا درس جديد مختلف عن الدروس السابقة. كنا عم ندرس عن أسلوب الجمع وتعلمنا كيف نجمع الأرقام مع بعضهم، ورح نرجع نتابع بدراستنا بأسلوب الجمع وغيره، ولكن اليوم رح نكون عم نحكي عن الخطوط، ورح أحكي عن نوعين من الخطوط. حاملة أنا بإيدي حبل صغيرة لونها أحمر، هيدا الحبل هو بيشبه الخطوط يلي رح احكيكم عنها. في نوعين من الخطوط، في عنا الخط المتصل او المغلق المسكر، منسميه باللغة الانجليزية closed line، مش ضروري يكون دائرة، بيسوى يكون حيلا شكل، بس هو متصل موصول ببعضه ومسكر. وفي عنا كمان الخط المنفصل يعني مفتوح، منسميه open line، يعني خليني ارسمه على اللوح. closed line يعني الخط المتصل او المغلق المسكر هو هيك متصل، open line يعني الخط المنفصل او المفتوح بيكون هيك مش متصل، مفتوح غير متصل، منفصل عن بعضه، منفصل عن بعضه. المتصل المغلق المقفول إذا بدكم مسكر closed line، وعنا open line يلي هو المفتوح أو المنفصل. تعالوا نفكر أنا وياكم شو بيشبه هيدا الخط إذا كان مغلق. الخط المغلق بيشبه مثلا، تعالوا نفكر مع بعض شو فيني اعمل انا بهيدا الخط المغلق. بيشبه العقد مثلا، ما هيك العقد اللي بنحطه على
رقبتنا. بيشبه كمان الزنار، بس أكيد بده يكون أطول ومنحطه على خصرنا ومنسكره، بصير مقفل الزنار، مزبوط؟ بيشبه كمان لما يكون مقفل السوارة، سوار مسكر مغلق. ممكن انه يشبه مثلا لما نحن نغمر حدا ونسكر ايدينا، لما نغمر حدا ونسكر ايدينا. اما الخط المفتوح المنفصل open line فهو بيشبه، ممكن يشبه الحبلة يلي بنستعملها تنقفز فوقها، يلي بنلعب فيها بتكون مفتوحة. أو ما بيشبه إيدي لما سكرهم، بيشبه إيدي لما أقول باي لحدا أو لما سلم على حدا. إيدي مثل الخط المفتوح، منا مسكرة أو مغلقة، منه خط مغلق، هو خط مفتوح. كتير منيح فيي أنا أصابيعي أعمل فيهم خط مغلق مسكر closed line، أو فيي أفتحهم ويصير open line. فينا نطلع على كتير أشياء من حولنا ونشوف إذا كان خط مغلق أو متصل closed line، أو إذا كان خط منفصل مفتوح open line. فينا ننتبه ونلاحظ الأشياء من حولنا. خلينا نبلش بتمرين بسيط على اللوح. في عنا سلحفات رح ارسمها هلأ. هيدي السلحفات بدها تمشي على مهلها وبدها توصل على الخط المتصل المغلق يلي هو closed line. في عدة خطوط من حولها. خلينا نساعد هيدي السلحفات لأنه بس توصل على الخطوط المتصلة، ما بدها تروح على الخط المنفصل، بدها تمرق من حدهم. هيدا الخط هل هو متصل closed مغلق أم مفتوح؟ مفتوح، فإذا ما رح تروح السلحفات لهون. خلينا نفكر بالخط يلي تحت، هل هيدا الخط متصل closed مغلق أو مفتوح open line؟ خلينا نجرب. متصل مغلق، فإذا رح تجي السلحفات عليه. منتابع هل هيدا الخط هو مغلق أم ثالث مفتوح closed أو open. خلينا نمشي من هون، منه مسكر، شفته مفتوح هون شوي، فالسلحفات ما رح تجي عليه. خلينا نفكر بالخط التالي، هل هيدا الخط هو مغلق متصل closed line or open line؟ مفتوح، فإذا ما رح تجي السلحفات عليه. وآخر خط باللون الأزرق معنا إيه هو هيدا. خلينا نفتش، خلينا نفكر فيه نشوف هل هو متصل؟ نعم هو متصل، فإذا السلحفات رح توصل عليه أيضا. السلحفات بدها تلاقي الخطوط المتصلة، منسميها closed lines، بس ما بدها تروح على open lines أو الخطوط اللي هي منفصلة أو مفتوحة. فإذا أنتو كمان ساعدوني بأنه تتطلعوا من حولكم وتلاقوا أنتوا أمثلة
عن الخطوط يلي هي مفتوحة. يمكن مطرح ما منحط ثيابنا تينشفه ممكن يكون هو خط بهذا الشكل مفتوح منفصل منه مسكر، مزبوط؟ من حولنا إذا طلعنا ممكن نشوف المنشر يلي منحط عليه الغسيل تبعنا، أو حتى ممكن يكون عنا مرات المرجوحة يلي هي هيك، هي خط مفتوح منا خط مغلق، أو حتى ممكن يكون عنا حيوان كلب مثلا ربطناه بخط مغلق هيك على الشجرة مثلا أو على مكان معين. فينا نلاقي كتير خطوط من حولنا مفتوحة open lines أو مغلقة closed lines. فإذا ما تنسوا هيدا هو درسنا لليوم، رح نتابع أكتر بأنشطة جديدة. خلينا نتابع درسنا عن الـ open lines and closed lines، يعني الخطوط المنفصلة والخطوط المتصلة، أو الخطوط المفتوحة والخطوط المسكرة أو المغلقة. رح أرسم على اللوح خطوط بالنقط ورح نعلمهم بالألوان، رح قلكم كيف أكتر لما أرسم. رح جيب هلأ لونين، أزرق وزهري. رح لون بالأزرق الخطوط المفتوحة open lines، ورح لون بالزهر اللون الزهري الخطوط المغلقة closed lines. فإذن هيدا أول واحد هو منه متصل، منفصل مفتوح غير مغلق، رح لونه باللون، رح علمه باللون الأزرق. أما الخط يلي حده فهو متصل مغلق، رح لونه باللون الزهري. خلينا نشوف الخط التالي، رح حط إصبعي وشوف إذا هو بيتسكر. ما بيتسكر لأنه هون بيضل فاضي وما برجع للنقطة يلي ابتديت منها، فهو خط مفتوح open line ورح لونه باللون الأزرق. الخط اللي بعده كمان رح حط إصبعي على بدايته ورح امشي ولاحظ انه غير مقفل، مش مسكر، غير متصل، هو منفصل او مفتوح open line، فكمان رح لونه باللون الازرق blue. الخط التالي رح بلش ورح لاحظ انه هو متصل او مغلق مش مفتوح closed line، يعني مسكر، فكرمل هيك رح لونه باللون الزهري pink. الخط يلي بعده كمان رح اعمل نفس الشيء، رح حط اصبعي وبلش امشي على النقاط او على خطوط الصغيرة ورح لاحظ انه هو متصل مغلق او closed لاين، فرح لونه باللون الزهري بينك. واخر خط معنا لليوم لهلا لهالفتره هو الخط الاخير، يعني رح نشوف اذا هو مفتوح ولا مغلق، هو
مفتوح غير متصل open line رح لونه باللون الأزرق. إذن عم نشوف الخطوط المفتوحة المنفصلة يلي هي منسميها باللغة الإنجليزية open lines مثل إيدي لما يكونوا مفتوحين، وعم نشوف الخطوط المتصلة المقفلة المسكرة يلي منسميها closed lines يلي هن بيشبهوا إيدي لما أغمر حدا، لما الماما تغمرني وتسكر إيدي على بعضهم بصير خط مسكر مغلق مقفول متصل متصل اتصل ببعضه متصل. أما الخط المفتوح فمنقول له منفصل لأنه منفصل عن بعضه. فإذا الخط المسكر المتصل بنسميه closed line، والخط المفتوح المنفصل بنسميه open line. هلأ مع بعض رح نشوف إذا حول هود الغراض اللي رح حطهم هلأ الأشكال إذا لازم نحط خط مفتوح أو خط مسكر open line أو closed line. أول شيء عنا سيارات cars، في عنا شجر، في عنا عصافير، في عنا الفراشات، كمان عنا عدد من الفراشات، وآخر شيء في عنا الزهر والعشب. خلينا نشوف إذا نحن لازم نحط حول السيارات خط مسكر أو مفتوح. السيارة اللي بدها تمشي فينا نحط حولها خط مقفل متصل closed، أو لازم نفتح لها الطريق خط مفتوح لحتى تمشي؟ أكيد خط مفتوح لحتى تقدر تمشي. فإذا رح أعمل من حول السيارات خط مفتوح، وهيك السيارات بيقدروا يمشوا ما في شيء مسكر قدامهم. open line خط منفصل أو مفتوح open line. الشجر مرات يمكن لازم نحط عليهم خط مغلق closed لحتى ما يجي حدا ويقطع الشجر، لأنه الشجر بيفيدنا وبيفيد البيئة. شو رأيكم أنا وياكم تنحمي الغابات نحط حولهم خط متصل مغلق closed line حتى نحميهم وما حدا أبدا يجي يقطعهم. فإذا خط منفصل مفتوح بنسميه باللغة الإنجليزية open line، وهون خط متصل مغلق بنسميه closed line. العصافير لازم يطيروا بالجو، أقولكم لازم نحط حولهم خط متصل مغلق closed أو مفتوح منفصل. أكيد منفصل لأنه هن بحاجة إنه يطلعوا ويطيروا بالجو، فرح نترك لهم الخط من هون مفتوح غير متصل منفصل عن بعضه لحتى يقدروا يطيروا ويحلقوا بالجو. والفراشات أقولكم منسكر عليهم بخط مغلق متصل أو منخلي لهم الخط مفتوح منفصل
closed line أو open line؟ أكيد open line تيقدروا كمان يطيروا. رح خليه من هون مفتوح للخط ليقدروا الفراشات يطيروا كمان بالجو. وآخر شيء إذا كان عنا حديقة حلوة فيها أزهار حلوة، شو رأيكم نحط حولها سياج مغلق مسكر closed line لحتى ما يجي حدا ويدعس على الأزهار؟ رح نعمل خط مغلق closed line لحتى ما حدا أبدا يجي ويدعس على الأزهار. خلينا نرجع نكررهم كمان مرة. هيدا خط منفصل أو مفتوح منسميه باللغة الإنجليزية open line. هيدا خط متصل مغلق منسميه closed line. هيدا خط منفصل open line، كمان خط منفصل open line، وهيدا خط متصل closed line. تذكرون منيح، ما تنسون ابدا، وهتنسوا تطلعوا كمان من حولكم تتشوفوا شو هي الاشياء يلي فيها خط مغلق closed او خط مفتوح open. فينا نسميهم كمان متصل ببعضه او منفصل. تذكرون كتير منيح وركزوا كتير منيح من حولكم تتصيروا تعرفوا تميزوا هيدا الخطوط. أغراض كثيرة من حولنا، منها طويل ومنها أطول. أغراض كثيرة من حولنا، منها قصير ومنها أقصر. أغراض كثيرة من حولنا، منها طويل ومنها أطول. أغراض كثيرة من حولنا، منها قصير ومنها أقصر. هل هذا خط منفصل مفتوح أم هو خط متصل مغلق؟ نعم صحيح، مغلق. Is this an open line? Yes, excellent. Is this a closed line? No. هلأ خلينا نطبق درسنا بفقرة الأشغال اليدوية. مثل العادة منعمل هيدا الفقرة حتى نتذكر شو تعلمنا. اليوم بما أنه حكينا عن الخطوط المتصلة المغلقة أو المفتوحة المنفصلة، خلينا نعمل أفعى أو ثعبان حية، يعني نحن منسميها حية. رح نعمل وحدة مثل الخط المفتوح ورح نعمل وحدة مثل الخط المغلق. open line المفتوح يعني المنفصل عن بعضه، closed line هو الخط المتصل ببعضه أو المغلق. رح بلش على هيدا الكرتون الصفرة ارسم هيدا الحية. ارسم لعيونها، واكيد عليها فيكن تعملوا نقش اللي انتو بدكن اياها، فيكن زينوها تعملوا النقشة يلي انتو بدكن اياها. فيكن تلونوها بغير الوان كمان. هلأ رح قصها لهيدي الحية يلي هي كبيرة. رح انتبه اكيد على
ايدي او رح اطلب من حدا كبير، انا رح قصها، بس انتو اطلبوا من حدا كبير يساعدكم حتى ما تجرحوا حالكم بالمقص. وهيدي الحية تشبه الخط المفتوح غير المتصل، ما بيتصل ببعضه، منه مغلق، open line. أما على الكرتون الثاني اللي لونه برتقالي رح ارسم حية تشبهها، بس هالمرة هيدي الحية رح تكون مثل الخط المغلق. كمان فيكن تزينوها، وانا هلا رح قصها كمان. انتو خلوا حدا يساعدكم، حدا كبير يساعدكم، بنقصها على الخط يلي رسمناه. بعد ما قصها للحية رح لاحظ انه هي مثل الخط المغلق، مسكرة، منا مفتوحة، مسكرة، closed line. هيدي مثل ال open line closed line، open closed، مفتوح مغلق، او فينا نسميه منفصل يعني مفتوح منفصل عن بعضه، او متصل ببعضه يعني مغلق. وانتو كمان عملوا هيدول الافاعي الحياة وزينوهم اكيد اكتر بالوان، خاصة لما يكون عندكم وقت فيكم تعملوا كتير اشياء حلوة وتلزقوا عليهم كمان اشياء حلوة. وتذكروا درسنا اللي تعلمناه عن الخطوط المتصلة closed والمنفصلة open lines. وهلأ يا اصحابي رح اترككم مع اغنية الارقام، ومن بعدها بتكون خلصت حصتنا لليوم. إلى اللقاء. تسعة وزات تسبح في الماء، تسعة وزات صوتها كوكوا، هذا رقم تسعة، عدوا معي، هذا رقم تسعة، عدوا معي، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ثم تسعة. تسعة وزات تسبح في الماء، تسعة وزات صوتها كوكوا، هذا رقم تسعة، عدوا معي، هذا رقم تسعة، عدوا معي، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية،